قائمين هلأ بمبادرة لتعقيم جميع الأجهزة الأمنية، قوات الأمن الفلسطينية بأغلب المحافظات الفلسطينية. هدفنا يعني إحنا يعني نحد شوي من الوباء المنتشر بالبلد هون. كمصنع البركة عمالنا بالاتجاه رايحين باتجاه الوقاية، نفس ما في اتجاه أمني من الدولة، فإحنا رايحين باتجاه وقاية عشان يعني أفراد الأمن خاصة اللي بتسهر بالشوارع. فكان هدفنا من الأول إنه تكون هاي الوقاية لجميع قوات الأمن. عمالنا بننشر الطواقم تبعين مصنع البركة بأغلب المناطق الفلسطينية على أساس إنه تحاول تلم هذا الوقاية جميعها.